أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف يقيم الدور الحكومي في العراق في مواجهة الفيضانات والسيول التي اجتاحت معظم محافظاته وتسببت في انهيار عشرات المنازل والجسور وانقطاع الطرق؟ لماذا توجهت الحكومات المتعاقبة التي كانت قد استلمت إدارة الدولة في العراق إلى الاستدانة وزيادة حجم الديون للدول الدائنة بمليارات الدولارات من أجل التسلح وبصفقات يشوبها الفساد، في حين أن البنى التحتية محطمة؟ هل الاهتمام بحياة المواطن تساوي الاهتمام بالمناصب الحكومية؟ هناك تحذيرات أممية من تزايد الأخطار على العراقيين والنازحين داخل العراق أيضا نتيجة عدم توافر الخطط الحكومية لمواجهة هذه الأخطار، بينما تتعالى الأصوات المحذرة من احتمالية انهيار سد الموصل والحكومة في سبات عميق. نسلط تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه السيول الجارفة في المحافظات العراقية والإهمال الحكومي في العراق، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. وأرحب بالأستاذ السيد الدكتور نظير الأنصاري البروفيسور في هندسة الموارد المائية. مرحبا بك أستاذ نظير الأنصاري. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي ينضم معنا من فيينا. مرحبا بك أستاذ زياد. حياك الله وحيا الله كل مشاهدي قناة الرافدين وضيوفك الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام فاصل نشاهد فيه تقريرا ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. أمطار وفيضانات وسيول جارفة تجتاح العراق تسببت بانهيار عشرات المنازل والجسور والطرق وانقطاع الخدمات، عزاها مراقبون محليون إلى الفساد الحكومي المستشري وتردي البنى التحتية وانهيار مجاري صرف المياه. هطول الأمطار الغزيرة بعدد من المحافظات العراقية وفتح السدود الترابية أمام السيول القادمة من إيران أدى إلى شلل أغلب مناحي الحياة. ففي بغداد أغرقت الأمطار المنازل وأغلقت طرقا وأنفاقا وتسببت بانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء، فضلا عن تعذر وصول الموظفين لأعمالهم والطلاب إلى مدارسهم. في الموصل التي لم تتعافى بعد من فاجعة العبارة لتغرق الأمطار شوارعها وتغلق أسواقها بعد غرق المحال التجارية، فالمدينة تعاني من ترد كبير بالقطاع الخدمي نتيجة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية خلال العمليات العسكرية الأخيرة. صلاح الدين وواسط وكركوك وميسان وديالة التي أعلنت الحكومة الحالية حالة الطوارئ فيها تعرضت إلى الأمطار والسيول التي خلفت أضرارا كبيرة بالمنازل، الأمر الذي دفع بعشرات العوائل للنزوح بعد أن عجزت البلديات والدفاع المدني عن السيطرة والتقليل من حدة الأزمة. مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالة أعرب عن قلقه البالغ من أن تتسبب السيول الجارفة في نقل ما سماها حقول الموت صوب الأهالي، في إشارة إلى الحدود مع إيران المليئة بحقول كبيرة من الألغام المتروكة منذ الحرب العراقية الإيرانية. هذا وتعاني معظم المحافظات العراقية جراء الأزمات التي تعيشها البلاد إلى جانب تفشي الفساد تضررا كبيرا في بناها التحتية على الرغم من الميزانية المالية الكبيرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على السيول والإهمال الحكومي في العراق. أستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، أبدأ معك. كيف تقيم العمل الحكومي لمواجهة السيول والفيضانات التي اجتاحت معظم المحافظات العراقية؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة السيول التي الآن يعاني منها العراق يعني لا نستطيع أن نقول عليها إلا أنها هي أقدار من يعني أقدار رب العالمين. هي يعني تحدث في العراق أو في إيران أو في أي بلد، وكذلك أيضا موجات الجفاف التي حدثت بالعراق وربما تحدث في بلدان أخرى هي يعني أقدار ومن رب العالمين وظروف جوية غير مسيطر عليها. لكن
لكن الذي يمكن أن يتم الكلام فيه هو على مدى الاستعداد لمثل هكذا يعني حوادث أو كوارث بيئية تحدث لهذا البلد. نرى احنا كل البلدان المتطورة هي تنظر لبعيد وتحسب أمورها لمواجهة مثل هكذا يعني كوارث وتضع الحلول الناجحة لها. الشيء الغريب الذي يحدث في العراق أنه دائما ما تكون يعني قراراتهم ما هي إلا مجرد ردود أفعال وليست وفق خطط مسبقة ويعني خطط مدروسة من قبل فنيين يتم التعامل معها. الشيء الذي يعني أثبت لك في هذا الأمر أن منذ 2003 ولحد الآن لم يتم إنشاء مشروع يعني إروائي أو يتعلق بإدارة الموارد المائية، لم يتم إنشاء سد واحد، بينما السدود التي أنشئت في يعني النظام أو الأنظمة السابقة في العراق كانت عديدة ولم يعني الحصار الذي وضع فيه العراق لم يدع العراق بأن ينشئ سدود بحدود سدين خلال فترة الحصار، وخلال الحرب العراقية الإيرانية أنشأ 7 سدود، ناهيك عن السدود التي أنشئت في العهد الملكي والعهد الجمهوري الذي تلا وما زالت لحد الآن بالخدمة. لكن في فترة 16 سنة بعد الاحتلال ولحد الآن وبالرغم من الميزانيات الانفجارية التي حدثت في تلك السنين لم نرى أي مشروع مائي سواء لمواجهة السيول أو بالعكس لمواجهة حالات الجفاف التي حدثت بالسنوات السابقة. هذا يدلل على أن اهتمام الحكومة ليس بمصلحة الوطن والمواطن، إنما دائما تفكيرهم منصب على خدمة هذه الأحزاب وخدمة مصالحهم والبحث عن المناصب والبحث عن ما مدى فائدة تلك الأحزاب ماديا من المناصب التي يستلمونها. أستاذ نظير الأنصاري البروفيسور في هندسة الموارد المائية، مرحبا بك. يعني كل دول العالم تأخذ بالأسباب وتضع خطط استراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى ومتوسطة المدى، يعني نظرا لكل الظروف التي المتغيرة في العالم، سواء التغير المناخي الذي تنعقد من أجله الكثير من مؤتمرات الأمم المتحدة، أو يعني ظواهر التلوث، ظواهر البيئة، وكذلك من ضمنها الفيضانات، السيول. ولكن في العراق لماذا من وجهة نظرك أو كيف تقيم من الناحية الفنية الأداء الحكومي في إدارة هذه الأزمات؟ اللي تفضل به المتحدث اللي قبلي كله صحيح، بس أحب أن أضيف بعض الأشياء. بالحقيقة وزارة الموارد المائية منذ إنشائها من 2003 إلى قبل الوزير الجديد كان هدفها هو ليس خدمة الموارد المائية وخدمة المواطن، وإنما كانت لها أهداف أخرى، خاصة بالفترة الأخيرة قبل أن يجي دكتور جمال يستلم الوزارة، كان هدفها إعلامي دعائي، ومع الأسف وزارة يقودها فاسدين إداريا وغيرها. ومثل ما تفضل الزميل قبلي ما شفنا أي مشروع، وإنما المشاريع القائمة كلها اندثرت تقريبا. ونشوف أنه المشاريع الإروائية وغيرها لا صيانة ولا أي شيء، علما بأنه اللي تكلمنا عنه أو تكلم عنه الزميل قبل لحظات، الجفاف والفيضان وغيرها، هاي أشياء صحيح طبيعية بس معروفة. يعني أنا من الناس والجماعة اللي يشتغلون معي صار سنين ننبه أنه يا ناس صحيح أكو جفاف، لكن راح تجي فترات. كل الدراسات اللي أجريناها ونشرناها في مجلات عالمية وتحدثنا عنها في مؤتمرات قطرية، آخر واحد قبل شهر بجامعة الأنبار وبغيرها، قلنا لهم راح تجي فترات تهطل الأمطار بشدة في فترات قصيرة مما يسبب فيضانات. طبعا
طبعا ما حد سمع هذا الكلام، لأنه اهتمام القائمين على هذه الوزارة هو غير شيء، مو خدمة البلد إطلاقا. وإضافة إلى هذا نلاحظ أن هناك تجاوزات كبيرة على مجاري الأنهار، وهذا لا يجوز إطلاقا. يعني المفروض هذه مجاري الأنهار تبقى نظيفة، ولكي تستوعب كمية المياه الممكن أن تصرفها. لكن نلاحظ مجرى نهري دجلة والفرات وراء وافدهم عليهم تجاوزات كبيرة جدا من قبل المسؤولين بسبب الفساد الإداري والإهمال. وهذه الوزارة مع الأسف من 2003 إلى الآن لم يستلمها شخص مختص اختصاصه في الموارد المائية. فيما يخص وزارة الموارد المائية أستاذ نظير الأنصاري، أيضا يعني كما هو معروف هناك اعتراضات في السنوات السابقة على تركيا على سبيل المثال لأنها أنشأت سد أليسو، ولكن مع ذلك كل هذه الموارد المائية تذهب هباء ولا يتم الاستفادة منها. الآن يعني رغم الميزانيات المليارية في العراق، أليس الأجدر بالحكومة أن تترك سياسة الاعتراض على الدول المتشاركة في الأنهر أو المتشاطئة أو كما يقال عنها، في وتتجه مباشرة إلى وضع الخطط الفعلية على الأرض ورصد وتخصيص أموال من الميزانية من أجل يعني الحفاظ على هذه الثروات؟ أيضا هذه تعتبر ثروات مائية ربما تنفع في أيام الجفاف. أخي العزيز، هاي قضية الحصص المائية والمفاوضات، يعني التعامل بها يتم على أساس، يعني أنا ما أعرف، يمكن أسميه طفولي أو عن جهل. على أي أساس إحنا نقدر نجبر تركيا أنه تعطينا مثلا كذا حصة مائية؟ هو منو طالبها أولا؟ وهذا سد أليسو البارحة بنو، هم من السبعينات هذا المشروع جنوب شرق الأناضول معروف زين، وكم سد بي وش وقت راح ينبني؟ وفي كثير من الأحيان قلنا يا ناس يجب أن تكون المفاوضات شاملة، اقتصادية زين شاملة، حتى يكون هناك حافز لتركيا أن تجلس وتتفاوض بجدية. أما إذا أنت تيجي تفاوضها على حصصك المائية بالمياه، على أساس هي يعني راح تعطيك مي؟ ما هم أصلا من الثمانينات من بنوا أول سد كبير، رئيس وزرائهم قال مثل ما العراق له حق بنفطه وإحنا ما لنا حق بنفط العراق، هذه المياه مياهنا والعراق ما له حق بها. فإذا هذا شيء معروف من سنين، ولذلك طريقة التفاوض يجب أن تتغير. هاي أولا. اثنين، لازم أكو خطة محكمة علمية، مو أجيب شركة أجنبية حتى أخذ كوميشن وتسوي لي دراسة وأخليها أعرف ما حد يعرف شنو شكو ماكو بيها، ومن تسأل وينها يقول لك سرية ممنوع تشوفها. ليش؟ احنا ما عندنا خبراء عراقيين ممكن أن يسوون هاي الدراسات، مو العراقيين في نوع عمرهم في وزارة الموارد المائية ولا يزالون موجودين، والناس دا يحجون ويقولون سووا كذا سووا كذا بس ما حد يسمعهم، لأنه التوجه هو مو خدمة المواطن، التوجه هو الفائدة الشخصية فقط والمنفعة الحزبية فقط. هذه هي المشكلة الرئيسية. لو أكو همة وأكو إخلاص ووطنية زين كان الأمور غير شكل صارت. تماما غير شكل. ابقى معي أستاذ نظير الأنصاري، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من فيينا. أستاذ زياد مرحبا بك. يعني تحدث الأستاذ نظير الأنصاري وأيضا الأستاذ نظير الكندوري عن أن يعني لا يسمح للخبراء العراقيين بالعمل بسبب أنه هم جاءوا ليس لخدمة المواطن وإنما لخدمة مصالح حزبية. وزارة الموارد المائية مثل ما تحدث الأستاذ الدكتور نظير الأنصاري ليس هدفها خدمة المواطن العراقي، هدفها هو دعائي إعلامي.
والدليل على ذلك الكثير من المشاريع يعني يتقدم بدراستها خبراء عراقيون وأساتذة وبروفيسور، ولكن لا يتم تنفيذها ولا تؤخذ على محمل الجد. من وجهة نظرك يعني لماذا هذا التعامل الغير المسؤول من قبل وزارة الموارد المائية والحكومات التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن أرواح العراقيين؟ النظيرين نظرتهما رائعة في وصف الأمور من ناحية تقنية وفنية ومن ناحية سياسية. أجد أن ما تفضل به الأساتذة الكرام كان شرحا وافيا لتاريخ بناء السدود وما تفضل به الأستاذ نظير الكندوري والنظير الأنصاري في آلية عمل هذه السدود وإدارة المفاوضات مع تركيا، باعتبار أن هذه الأنهار المهمة هي تنبع من تركيا. كل تأكيد نحن نعلم جيدا بأن الحكومة العراقية التي لم تبني أي سد منذ عام 2003 أو أي مشاريع مائية تلاعبت إعلاميا بالوضع الإعلامي تلك المياه. هناك مشاكل مستعصية في كل الملفات، وربما لعبت على الوتر انهيار سد الموصل في فترة من الفترات وتلاعبت بأن هناك تسريبات إعلامية عن انهيار سد الموصل وغرق مدن ومحافظات في أكملها. لم نجني من وزارة الوزارات التي بعد 2003 فيما يخص المياه والاستفادة من السدود والنظم أي فائدة للشعب العراقي. لم يعمر أي مشروع مائي. أتذكر في أحد السنوات كان لدينا وزير التخطيط علي بابان وهو أحد عزام المالكي، قام بافتتاح مشروع ري الجزيرة في ربيعة وكان مشروع وهم تحاصر هناك، لم أشاهد أي شيء. هذه الوزارات لا ليست معنية في الإعمار، ليست معنية في تقديم أي شيء للشعب العراقي. بالمناسبة لو بنظرة بسيطة نشاهد التصريحات الإعلامية وعن الجفاف في العراق والتناقضات التي نعيشها حول السيول وقوة المياه القادمة من تركيا، تناقضات رهيبة عجيبة. قبل فترة قصيرة كنا نعاني من شحة المياه والجفاف، على تركيا أن تطلق المياه وأن لا تحفظ هذه المياه، والآن طالب تركيا بحفظ المياه في تداليسه. تناقضات في هذا المجتمع، مجتمعنا العراق وخاصة الطبقة السياسية هنا أقصد، التي تحرض الشعب وتلهيهم عن بقية الملفات الأخرى، عن الفساد المستشري. نحن في بلد لا يقدم فيه أي مشروع، نحن في بلد لا تقدم فيه الحكومة أي بنى تحتية. يعني هذه المشاريع نجدها معدومة في العراق، ليست فقط السدود والأنظمة وحتى في الجسور. الجسور في مدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر، هناك 5 جسور تم تدميرها بين قوسين في فترة التحرير. الآن لا يوجد لدينا جسور. لماذا بعد 2003 لم تستطيع الحكومة بناء جسر واحد؟ لماذا لا تستطيع بناء منظومة ري؟ لماذا لا تستطيع بناء سد واحد؟ لماذا لا نستطيع الاستفادة من هذه المياه التي تذهب بدرا حتى تصل للخليج ونستغلها في بلد زراعي العراق؟ العراق أرض السواد، أرض الزراعة، لماذا لا نستطيع أن نستفاد من ذلك؟ فإذا كل ذلك ينصب تحت خانة واحدة، خانة الفساد، خانة الإهمال المتعمد، خانة سرقة أموال الشعب هذا، ووجود وزارات ليس لها أي قيمة مادية أو ملموسة على الأرض. نعم أستاذ نظير الكندوري، بالعودة إليكم، يعني الحكومة رفعت من مستوى الدين لدى العراق لدى الدول الدائنة بمليارات الدولارات، الآن الأجيال العراقية مديونة، مع ذلك مع أن الميزانيات أيضا مليارية، مع ذلك لا تستطيع بناء جسر واحد، لا تستطيع بناء سد. يعني هل الاهتمام بحياة المواطن يعني تساوي الاهتمام بالمناصب الحكومية؟ نجد يعني الاحتفالات والمهرجانات أيام الانتخابات، يعني هل تلاحظ أن الاهتمام بحياة المواطن العراقي ومستقبل أجياله يساويان هذا الشيء لدى الحكومة؟
يعني فقط لو يعني تابع الباحثين والدارسين لأي نظام ديكتاتوري، نظام شبيه بالنظام الذي يحكم العراق بمسمى ديمقراطي وحقيقة ديكتاتورية، يرى أن يعني الموارد يتم التصرف بها بما يعود النفع على الفساد المستشري في النظام السياسي ذلك، وكذلك تجد أن حاجات المواطن وهموم المواطن والبنية التحتية للوطن هي آخر أولويات مثل هكذا النظام. لذلك تجد أن هذه الحكومة تهتم بشدة بعقود التسليح، كونها أن هذه العقود فيها يعني مدى واسع للفساد، مدى واسع للقمسيون الذي يحصله الموظفين في الوزارات. لذلك تجدهم حريصون على عقود التسليح، بالرغم من أن يعني دولة مثل العراق لا تحتاج مثل هكذا أسلحة، والحروب التي تعاني منها بسبب ظهور جماعات إرهابية كداعش ولا القاعدة كان يمكن القضاء عليها ليس بالسلاح، إنما نقضي عليها بانتشار العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي، وبالتالي العدالة الاجتماعية تستطيع أن تقضي على كل تلك الجماعات التي تنادي بالتطرف أو بحقوق هي تريدها. لذلك نجد أن يعني المواطن هو آخر يعني اهتمامات مثل هكذا نظام. حتى أنا يعني قبل يومين رأيت لقاء مع نائب من محافظة ديالى، يسأله المذيع ماذا ستعملون بالنسبة للعوائل التي سيطالها السيول، يعني على يعني هذه السيول التي القادمة من جبال إيران. فقال والله يعني نحن لا نستطيع أن نفعل شيء، لأن هؤلاء المواطنين هم متجاوزون على يعني أكتاف النهر، أو أنهم قد بنوا بيوتهم في مجاري الأنهار. يعني أنا أقول كيف أنك تحمل مسؤولية على المواطن؟ هذا المواطن لو وجد مكانا يستطيع أن يبني فيه بيت، هل يعني اضطر إلى أن يبني في مجرى النهر أو بالقرب من النهر؟ وأين ذهبت مسؤولية يعني وزارة الموارد المائية بتحذير المواطنين من البناء في بالقرب من مجاري الأنهار، أو بعض البيوت بنيت في مجرى الأنهار نفسها؟ نفس السؤال تم توجيهه إلى وزير الحالي، وزير الموارد المائية، حول قناة الجيش التي تستخدم لتصريف المياه الزائدة عندما يفيض نهر دجلة. قال المشكلة بالمواطنين، هم من قاموا بالبناء تجاوزا على يعني هذه القناة، والآن هم في خطر وشيك إذا فاض يعني دجلة. وأنت تحمل المسؤولية، وماذا تفعل الدولة؟ لماذا لم توفر يعني المكان الصالح للسكن لهؤلاء المواطنين، أو بالأحرى لماذا لم تمنعهم من البناء في مناطق متجاوز عليها وخطرة؟ لذلك ترى أن النظام كنظام الدكتاتوري أو الأنظمة الفاسدة كالنظام العراقي دائما ما يحمل الشعب المسؤولية، ولا يقول أنه المسؤولية تقع على عاتقي كنظام. هذا ما نراه يعني يتكرر في كل الأنظمة المتشابهة بها للنظام العراقي. نعم. دكتور نظير الأنصاري، البروفيسور في هندسة الموارد المائية، تحدثتم عن أن هناك خبراء عراقيون لا يسمح لهم بالعمل ولا يسمح لهم ب يعني إقامة المعايير التي تؤدي بالتالي إلى خدمة الصالح العام وخدمة الناس، خدمة العراقيين. هناك تحذيرات أممية، تحذيرات أيضا يعني دولية من انهيار سد الموصل. يعني قبل أسبوع يعني شهدنا الفاجعة، فاجعة العبارة وغرق العراقيين وعدم توافر لا شرطة نهرية ولا توافر أي تجهيزات أو معدات يعني تأخذ بنظر الاعتبار احتمالات وقوع هكذا حوادث، وبالتالي ينطلق ذلك كله من الحرص على أرواح الناس. عندما غرق 120 إنسان تعالت الأصوات بأن السياسيين سيكون هناك تبادل في المناصب، يقال هذا ويرفع ذلك وينزل ذلك. مع ذلك يعني هذه التحذيرات من انهيار سد الموصل يهدد أرواح ملايين البشر وليس فقط الموصل. هل ترى أن الإجراءات الحكومية الاحترازية
يعني موجودة فعلا أم أنها في سبات عميق؟ ذكرت مسألة سد الموصل، فهي احنا اشتغلنا عليها سنين. أحكي لك حادثة، قبل 3 سنين تقريبا دعوني المجموعة الأوروبية أن ألقي شيء عن وضع سد الموصل في بروكسل، ورحت وأنا فرحت أروح. قالوا بدنا نتخذ إجراءات إذا صار أي شيء مشكلة حتى نسوي إخلاء وإلى آخره. فرحت اجتمعت هناك 3 أيام، وكنت أصور راح ألقى من المسؤولين العراقيين هناك وحتى نحكي شلون نحل المشكلة وشنو الإجراءات اللي تتخذها المجموعة الأوروبية حتى تساعد الحكومة العراقية. للعلم كان هناك 40 خبير موجودين، أنا العراقي الوحيد اللي كنت بيناتهم. حتى سألت نفسي أنا يا بسد الموصل بالعراق لو خارج العراق شو العراقي موجود؟ هاي الحكومة مالتنا، زين هاي وزارة الموارد المائية مالتنا، بس من أكو صفقة زين وهي شركة أجنبية تشوف الكل حاضرين والكاميرات تصور، وبعدين نسمع زين فلان دولة انفتح حساب وكذا مليون أخذ الوزير، كذا مليون أخذ المهندس فلان وإلى آخره. ما معروفة الشغلة أخي زين، بس احنا ما جايين نحكي شيء جديد، والمتحدثين القبلي حكوا أيضا وهذه واقع. وشوف هاي خل أسأل على ملفات الفساد في وزارة الموارد المائية، أنا ما أريد أحكي على الوزير الجديد، لا أعرفه ولا يعرفني ولا جاي أدافع عنه، بس إلى الآن من اللي شفته من استلام الوزارة إلى الآن على الأقل أزاح كم واحد من الفاسدين المعروفين، لكن اللي قبله روح شوف الملايين اللي انباقت والحسابات اللي برا تركيا وبالأردن وغيرها. زين على أي أساس ما يريدون الخبير العراقي؟ لأنه الخبير العراقي المخلص غير مرتشي، وشي حصل من عدة بس يجيب شركة تريفي الإيطالية طبعا يتعبر له 10 ملايين زين، ونعرفها بالأسماء منو استلم ووين فتحوا حسابات وما حد يحاسبهم. هذا أصرف له لو يجيب نظير وغيره يشتغلوا له ببلاش، شي حصل من عندهم؟ تعرف أنه الأمم المتحدة اتصلوا بي قبل فترة وبأحد إخواني المهندس نصرت، ورادوا نسوي دورة تدريبية على سلامة السدود للمهندسين العراقيين، وقعدنا اشتغلنا شهر وسوينا برنامج وعلى حساب الأمم المتحدة. من الوزير شاف اسمي واسم نصرت موجود لغاء الدورة. هذا تصرف واحد وطني وزير يخدم بلد، الله يساعد الشعب على الأشكال اللي تتحكم به. هذا اللي أقدر أقوله. نعم أستاذ نظير الأنصاري. أستاذ زيادة سنجري، كيف تعلق على ما قاله الدكتور نظير الأنصاري؟ والله كلامه صحيح ودقيق، باعتبار أنه هذه الحكومة للأسف حكومة طائفية، حكومة انتقائية، من لم يكن معها فهو ضدها. هذه نظرية بوش عندما احتل العراق، وكلنا نعرف ذلك. من المفارقات الغريبة عزيزي ان الملك سنحاريب قبل الآشوري قبل آلاف السنين انشأ نظم ري وسحب مياه يعني عبر نهر القوصر الذي قام بحفره وإدارته بصورة جيدة لإيصال الماء الى مدينة الموصل، المياه العذبة من قمم الجبال. تخيل ان المنظومات الري التي لدينا في العراق منذ آلاف بهذه القيمة، بينما الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ولحد الآن لا تجد لها شيء يذكر في هذا الخصوص. أريد أن أشاهد افتتاح منظومة، يعني أعظم المشاريع المياه هي صور مضحكة لبعض المسؤولين عندما يقومون بافتتاح نافورة في بعض الأحياء الفقيرة المعدمة وبشكل هزيل، وهي محل تصريف من قبل المواطنين. للعلم والاطلاع قمة الكفاءات العلمية في العراق
اسست ليس في الجيش فقط، يعني انا عملت في جامعه الموصل لسنوات طويله، هناك من رؤساء جامعات لدي اسماء كثيره، دكتور قبيس، عبد الفتاح، دكتور مهدي، وزير الكهرباء السابق، وزير هيئه الكهرباء السلطان فيصل محجوب، كل هذه الكفاءات كلها من ضمنهم الاستاذ نظير، كل هذه الكفاءات عاربه، يعني حتى على مستوى كره القدم عدنان حمد الذي رفض الاحتلال الامريكي تم تلفيق له تهمه. موضوعنا المياه اعرف، ولكن ليس فقط المياه، كل المجالات الخدميه الاخرى، كل الشخصيات الوطنيه والكفاءات العلميه محاربه. يعني يستبدل اي شخص، يعني ضباط دمج لدينا في العراق، من يستطيع رتبه عسكريه سابقا اذا لم يكن يستحقه بمرسوم جمهوري وخريج كليه عسكريه؟ اليوم اصبحت كل الكفاءات والطاقات والامكانيات الكبيره خارج العراق، من قتل قتل، ومن هجر هجر، ومن تم تهديده وخرج، اطباء، مهندسين، من قامات وامكانيات كبيره. العراق في امس الحاجه اليوم الى ابنائه، هؤلاء يقدمون حياتهم ويقدمون امكانياتهم وبدون مقابل، لكن الحكومات ترفض، مثل ما تفضل الاستاذ نظير الانصاري قال الامم المتحده من تمول دوره لحمايه السدود، ولكن الحكومه عندما تشاهد اسماء القامات الوطنيه والشخصيات لا تقبل بذلك وترفضهم رفضا قاطعا. اذا هم يدركون بان هذه القامات تستطيع بناء العراق، ولكن هم لا يريدون بناء العراق، يعني الاهمال متعمد ومدروس، وليس قضيه الاهمال الموجود بسبب سوء اداره، كلا، هناك عمليه اعاده الكفاءات كي يبقى الوضع على ما هو عليه. أستاذ نظير الكندوري، تحدث البروفيسور عن نظير الأنصاري عن أنه كان من المفترض أن يعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل أن يعمل في مجال الدورات التدريبية في إدارة السدود أو إدامة السدود، مع ذلك لم يقبل. هل هذا طبعا ونحن نشاهد هذه الصور والفيديوهات المرعبة عن انهيار الجسور وغرق المدن بأكملها، هل هذا نتاج دولة تعتمد على ميليشيات ولا تعتمد على مؤسسات؟ كما هو معلوم أن المؤسسة لها معايير، فبالتالي عندما تزال معايير المؤسسات أو المعايير المؤسسية وتستبدل بمعايير دولة الميليشيات يحدث هذا الانهيار وهذا الانفجار وهذا الفساد، وبالتالي المتضرر هو المواطن العراقي. إلى أي مدى ترى أن وجهة نظر هذه صحيحة وهي وجهة نظر محللين أيضا؟ يعني حقيقة نظام الحاكم الآن في العراق، يعني أنا أذكر النظام العراقي في أحد المرات رد علي أحدا في تويتر قال لماذا تقول النظام العراقي؟ لأنه لا يوجد أصلا نظام في العراق، لكن أقول من هم على مسؤولية الحكم في العراق يتعاملون بشخصانية مع الكفاءات، ذلك لأنهم أقل قدرة منهم وأقل قيمة، ويتعاملون بشكل يعني أي كفاءة علمية، أي كفاءة فكرية كانت تعمل للعراق في الفترة التي سبقت مجيئهم يعتبرون أنه هذا من أزلام النظام، أو أنه هذا بعثي، أو أن هذا ضد النظام الحاكم حاليا. يعني هل ما يشهده العراق الآن هو نتاج نظام المحاصصة؟ بالتأكيد، يعني مثل قام مثل الدكتور نظير الأنصاري، وأنا رأيت له يعني عدة محاضرات على اليوتيوب، يعني حقيقة ليس يعني أمامه، لكن هو قامة علمية عظيمة يحتاجها بلد منهار مثل العراق. الآن هذا مثل هكذا رجل يركن على الرف يعني يستبدل بأشخاص لأنه مرشح حزب ما أو لأنه مرشح لطائفة ما. حقيقة هكذا بلد يعني بالاستمرار سيصل إلى مرحلة الانهيار. والآن نرى أن العراق لو نقارنه يعني بأسوأ الظروف التي كان يعيش العراق مثل فترة الحصار التي كنا نعيشها، الآن الحال في العراق أسوأ بعشرات المرات من حال العراق يعني في الحصار. اسمح لي فقط أن أتحول بالسؤال إلى الدكتور نظير الأنصاري. دكتور نظير، يعني خلال فترة الحصار الاقتصادي، وهذا تاريخ لا يمكن إنكاره،
خلال تلك الفترة تم حفر مبزل عظيم أو ما يسمى بنهر أيضا، يعني هل هذا النهر أو هذا المبزل الكبير هو موجود إلى الآن؟ هل يمكن استثماره من قبل المتخصصين؟ أخي العزيز، احنا نرجع ونقول الإرادة هي أهم شيء، والوطنية والإخلاص. إذا أكو إرادة وطنية وأنت تعمل لفائدة البلد وأبنائه، كل شيء ممكن يتحقق. حصار ما حصار هاي أشياء ثانوية تصبح. هسه لا أكو علينا حصار ولا أكو أي شيء. زين؟ ليش ماكو شغل؟ لأن ماكو إرادة. إرادة ماكو. المشاريع اللي أنجزت سابقاً، هسه إحنا عم نقول سابقاً سيقول لك من أزلام النظام السابق. يا أخي إحنا أنا ما لي علاقة بالسياسة. بدنا نحكي علم. كل المشاريع فيما يخص الموارد المائية كلها تلفت. يعني هسه إحنا ما شاء الله نستورد كل شيء والحمد لله، وكفاءة الري أقل من 30% بالنسبة. هذا الحكي مو من عندي، تصريحات الوزارة نفسها. وزارة ما تشتغل، أنت شايف. يعني ثاني ما أريد أحكي على وزارة الداخلية والدفاع، مو شغلتي. وزارة الموارد المائية من 2003 لحد اليوم، يعني معقول أي حزب يسلمها؟ ما عدا شخص اختصاصه موارد مائية يجيبه يسوي وزير. ليش دائما يجيبون واحد مو اختصاصه؟ حتى دكتور جمال قبل كم يوم سمعت هو قال الرجل أنا مهندس ميكانيكي وعلى أساس أشتغل بالطاقة الذرية جابوني على هاي الوزارة. ليش أنا أرد السائل؟ يعني ليش ما عندكم أحد يعني اختصاصه موارد مائية ويفتهم ويقدر يخطط ويعتمد على كادر وطني حتى ينقذ هذا البلد وشعبه الكريم من المآسي؟ يعني أشياء عجيبة غريبة غير مفهومة. لكن طبعا تحليل بسيط جدا هي المحاصصة والفوائد الشخصية والفساد الإداري، هو هذا الجواب لما يجري. من وجهة نظركم دكتور نظير الأنصاري، هل المشاكل القائمة الآن تتوقعون أن تستمر في ضوء استمرار وجود نظام المحاصصة واستبعاد الأكفاء من المتخصصين، سواء كان في مجال الإدارة المائية أو في باقي التخصصات الأخرى؟ والله أخي العزيز، أنا أقول أن داعم إن رب العالمين ينقذ هالبلد وأبنائه من هالمحنة، لأنه إذا بقت المحاصصة وهذا السلوك العجيب الغريب اللي من زمن آدم وحواء إلى الآن ما شايفين إحنا هيك حكومة وهيك تصرفات عجيبة غريبة. يعني كل مرة نقول الباشر يكون أحسن، الوضع يصير أتعس. إذا تبقى المحاصصة ما رح يتعدل أي شيء ولا يتقدم أي شيء إطلاقا، ولا الشعب هذا رح يرتاح أبدا مع الأسف، مع الأسف. أستاذ زياد السنجري، الإعلامي العراقي، تحذيرات أممية صدرت من منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية تحذر من المآسي المتزايدة والأخطار التي تهدد النازحين في العراق في ظل هذه الظروف، السيول، الفيضانات، البرد. يعني إلى أي مدى ترى أن قضية النازحين ربما تحل في ظل وجود هذه التحذيرات الأممية؟ لا يوجد إرادة حقيقية لحل هذا الملف. نحن نعرف جيدا وندرك جيدا بأن الكثير من المناطق قرار إعادة هؤلاء النازحين أو المهجرين قرار سياسي. جرف الصخر مثالا، منذ سنوات وجرف الصخر بيد الميليشيات، هناك معتقلين وهناك قوائم كاملة مناحية كاملة كلها خارج المنطقة. القرار هو قرار يعني، وهذا ما عدده يعني عدد كبير من السياسيين، حيث لا يوجد قرار عراقي بإعادة هؤلاء الناس إلى مناطقهم. نفس الحالة في مدينة الموصل اليوم، من يفجر سيارات الصخبة، من يقوم بعمليات الابتزاز، من يقوم بعمليات السرقة والفساد. أما نعرف كلنا الميليشيات المرتبطة بإيران، فإذا لا يوجد قرار
بإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم، وهذا يعني أنهم يبقون في مناطق بدون خدمات، بدون أي مقومات للحياة، مما يعني تعرضهم وتعرض حياتهم وأطفالهم إلى خطر كبير جدا جراء السيول والأمطار. وكلنا نعرف بأن الأمطار في الربيع هي أمطار نسميها مزنة، حيث تأتي غيوم رقامية أو سوبر سيل مثل ما حدث قبل أيام في مدينة الموصل، وهي كميات هائلة من الأمطار في وقت قصير، يعني كل الوديان تمتلئ وكل المناطق القريبة من نهر الدجلة تمتلئ، وشاهدت مثلا غرق العبارة. لذلك نجد أن الحلول غير موجودة والإرادة غير موجودة من قبل الحكومة المركزية وحتى الحكومات المحلية التي يستشري فيها الفساد. أستاذ نظير الكندوري، هل سيستمر حال الخدمات والبنى التحتية المحطمة في العراق بعد العمليات العسكرية على التنظيم؟ يعني هذا المتوقع، لأنه يعني إعمار المدن المهدمة جراء الحرب على داعش. نتساءل عن الأموال، الميزانيات يعني. يعني هو كان موضوع تستخدمه الحكومة، حكومة حيدر العبادي ثم حكومة عبد المهدي، للاستجداء من دول العالم، وعقد مؤتمر في الكويت الذي لم يتمخض عن أي شيء، لم تعطي أي دولة. لماذا لم تعطي أي دولة؟ ذلك لأن هذه الدول ليس لديها ثقة بهذا النظام، وليس لديها بأن هذه الأموال ستذهب إلى مشاريع البناء لتلك المناطق. وبالتالي يعني هذا مناطق إعادة إعمار البنى التحتية والمدن المهدمة ربما سيستغرق سنوات طويلة ولا يقام أي مشروع هنا، مع أن العراق بلد نفطي ليس بحاجة إلى أموال الغير. حتى في الموازنة الأخيرة التي أقرت في عهد عبد المهدي لم يكن هناك تخصيصات كبيرة للمحافظات التي تعرضت لحرب داعش والتي أصابها الخراب، بينما ماذا حدث؟ أنه أغدق بشكل كبير على أقليم كردستان، يعني إرجاع نسبة 17%، إرجاع الرواتب البيشمركة والموظفين، ذلك لأنه تربطه علاقة شخصية بزعيم يعني مسعود البارزاني، أو حرم حتى يعني المناطق التي يفترض أنه ينتمي إليها. يعني البصرة خرجت في الصيف الماضي بتظاهرات ضخمة، ماذا يعني الوعود التي وعدوها لأهالي البصرة ماذا تحقق منها؟ وعدوهم بوظائف، وعدوهم بمشاريع للماء الصافي، وعدوهم بمشاريع لإزالة التلوث، ما زال الشط العرب بؤرة من التلوث، بل هو بركة للسموم، وما زال ماء صافي لا يوجد في تلك المناطق، ما زال الصحة والتعليم متردي جدا في مدينة البصرة، والتي هي يعني تدر على الميزانية العراقية ما يزيد عن 80% من يعني مواردها بالعملة الصعبة، يعني نتيجة تصديرها للنفط الخام. هناك فوضى يعني يعيشها البلد، ولا نتوقع من هذا النظام السياسي أن يقوم بأي خطوة لإعمار هذا البلد، لا في شماله ولا وسطه ولا جنوبه. نعم. يعني يستمر هذا المسلسل. لا تتوقع أن يكون هناك أي شيء إيجابي في ظل وجود هذا النظام السياسي أو النظام. نعم، إلا في حالة يعني استبدال هذا النظام، وإلا المسلسل مستمر. وإذا تحدثنا اليوم عن هذا السوء، نعم، فلا ربما نجتمع السنة القادمة لنتحدث عن سوء أكبر. نعم. دكتور نظير الأنصاري، يعني كثير ما تتحدث الحكومات المتعاقبة عن التكنوقراط وعن الاختصاص وما إلى ذلك. لنفترض لو أوكل إليكم مثلا منصبا أو منصب من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في سواء وزارة الموارد المائية أو في أي تخصص آخر ضمن اختصاصكم، من وجهة نظركم يعني، وأنتم تنظرون بتجرد وبدون أي توجه سياسي مثلما تفضلتم، ما هو الحل من وجهة نظرك من الناحية الفنية والناحية المالية؟ بالنسبة للناحية الفنية ماكو شيء ما له حل. نعم. ومشكلة المياه وحلولها موجودة، ومو أني الوحيد اللي يعرفها، أكو مئات يمكن معظمهم أحسن من عدي ويفهمون أكثر من عدي، يعرفون الواقع المائي في العراق أحسن من عدي، وعاشوا عمرهم بهذا المجال.
ففي ناس من الممكن أن يعني حتى حاليا يا أخي اطلع على الفيسبوك راح تشوف أكو مجاميع تنطي حلول علمية ومنطقية، لكن ما حد يسمعها ومستبعدين، وأي واحد نزيه يحب يخدم يستبعد بحجج متعددة. أولها أنه هذا من النظام السابق، نعم. هو كلتنا عشنا بالنظام طيب السابق، هذا مفهوم نعم. هذا مفهوم. ما الحل من وجهة نظرك؟ الحل تغيير النظام السياسي. تغيير النظام السياسي إذا بقى مثل ما تفضل الأخ قبلي، إذا تبقى هذا الأسلوب في إدارة الدولة، مستحيل راح يصير تحسن في أي مجال مهما كان، لا موارد مائية ولا غيرها. لكن لازم أكو ديمقراطية حقيقية، أكو وطنية، أكو إخلاص. هذه إذا ما موجودة لا تتوقع أن يتقدم البلد سنتيمتر واحد إلى الأمام، وإنما كل اللي نشوفه مع الأسف أنه الدول تتقدم وإحنا نتأخر مع الأسف. وأرجع أقول الله يعين هذا الشعب على اللي يجري. شكرا لك أستاذ الدكتور نظير الأنصاري، البروفيسور في هندسة الموارد المائية. في دقيقة واحدة أستاذ زياد السنجري، في ضوء كل هذه المعطيات، ما الحلول التي تؤدي إلى خلاص العراقيين من كل هذه الأزمات؟ يعني هناك أزمات من الطقس، وهناك أزمات في إدارة الدولة، هناك الكثير من الأزمات. والله سيدي الكريم، أنا أجد الطقس ليس مسبب للأزمات، هو نعمة كبيرة. نحن نتحدث عن منطقة الموصل إلى الفرات، كل هذه منطقة جزيرة، كلها بحاجة إلى مشاريع روائية واستغلال هذه المياه. إذا نحن نحتاج إلى إرادة، إرادة حقيقية، إرادة سياسية، وكل المقومات الأخرى موجودة، فقط القرار المناسب في اتخاذ القرار المناسب، و جلب كل الشخصيات المناسبة للعراق واستخدام من أجل العمل بروح وطنية. هذا ما نحتاجه، تغيير سياسي أقل وبكل بساطة. طيب أخيرا أستاذ نظير الكندوري، الأمم المتحدة تحديدا صرفت الكثير من أو عقدت الكثير من المؤتمرات من أجل يعني التحذير من التغيرات المناخية التي تؤدي بالتالي إلى الجفاف وإلى الفيضانات وإلى السيول، هي تحذر الشعوب، بالتالي هناك دول اقتفت هذا الأثر وعملت ووضعت الخطط. العراق ليس هناك أمل في وضع أي خطة على اعتبار أن النظام الحالي هو نظام فساد. طيب ألا يكون هناك مثلا دور للأمم المتحدة في تغيير الواقع في العراق، أم أن هذا الدور معدوم أيضا؟ يعني الشيء الغريب في دور الأمم المتحدة نعم. في العراق الآن وصل الحال بهذه المنظمة إنها قد يعني حسب تفسيري إنها يأست من التعامل مع النظام العراقي وعدم استجابته لكل ما تقترحه تلك المنظمة، الآن بدأت تتعامل مع الفاعل الحقيقي في البلد. يعني نرى الآن ممثلة الأمم المتحدة في بغداد تجتمع مع السفير الإيراني وتتناقش معه الواقع السياسي في العراق وواقع الخدمي والأمني في العراق، فهي تجاوزت رئاسة الوزراء، تجاوزت الرئاسة، تجاوزت البرلمان لتتناقش مع الفاعل الحقيقي في العراق، وهذا دليل واعتراف من الأمم المتحدة بأن العراق محتل من قبل إيران، وإيران هي المتصرف الحقيقي في مقدرات هذا البلد، لذلك هي تلتجئ للتفاوض مع السفير الإيراني على اعتباره ربما صلاحياته توازي صلاحيات رئيس الوزراء العراقي. هذا واقع الحال وهذا الذي نعاني منه في العراق. اللافت في الأمر أن إيران عندما كانت تبني السدود الترابية لحجز المياه عن العراق، الآن تقوم بتفجير هذه السدات الترابية من أجل أن يدخل الماء إلى العراق. إيران لا تتعامل مع الجار العراق بتعامل إنساني ولا بتعامل ذو مسؤولية، هي دائما ما تلقي سمومها
من عن طريق نهر القارون ونهر الكرخة إلى شط العرب، هي أيضا أغلقت الأنهار عن رفد الأراضي العراقية في أيام الجفاف، والآن يعني تطلقها على الأراضي العراقية. هذا دليل على يعني التعامل بفوقية مع العراق. لو كانت تخشى العراق، لو كانت تخشى النظام العراقي، لما تفاعلت بهذا الشكل، ولا حسبت ألف مرة عندما تتصرف بشيء اتجاه العراق، ولكن تدرك أن النظام العراقي غير قادر على فعل أي شيء، وما هو إلا مجرد ذيل لها، يعني يتقبل أي شيء ممكن يقوم النظام الإيراني بفعله إزاء العراق. يبدو أن العراقيين الآن ما بين كماشتين، كماشة السيول وأحوال الطقس وكماشة الإهمال الحكومي، وكان الله في عونهم. والله يا أخي، هذه الأحوال التي تقول عليها العراق يقع يعني تحت رحمتها، لربما هي تكون مصدر خير ونعمة. هذه الفيضانات لو تم استغلالها عبر سدود وبحيرات صناعية لكانت خير يعني عامل مساعد للزراعة. وحتى يعني الآن يضرب المثل بدرجات الحرارة العالية للعراق، لهذه درجات الحرارة العالية لو تم استخدام الزراعة بالتنقيط وبالرش لأصبح العراق من البلدان الزراعية الكبرى بسبب تمتعه بهذه الأشعة الشمس. لكن لا يوجد هناك عقل في هذا النظام السياسي لكي يستغل هذه النعم التي حبان الله بها. منذ أيام سنحاريب والعراق القديم ليس هناك إنترنت، ليس هناك مكائن حفر، ليس هناك بترول، مع ذلك كان العراق يعلم العالم كيف هي أساليب الري. وحتى الحضارات هي ظهرت في البلدان التي حباها الله بنعمة الأنهار. نعم. ونعمة الشمس الساطعة، ظهرت حضارات عظيمة ومن ضمنها بلاد رواد الرافدين التي ظهرت أولى الحضارات الإنسانية فيه. نعم. لكن في عهد هؤلاء الظلاميين أصبح العراق مفتقر إلى حد الأبرة، لا يستطيع أن ينتجها، وحتى لقمة الأكل لا يستطيع أن ينتجها ويستوردها من الخارج. هذا حال يعني حال مأساوي نعيشه في العراق. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا الدكتور نظير العنصاري البروفيسور في هندسة الموارد المائية، شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، كنت معنا من فيينا، شكرا لك أستاذ زياد. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني في الختام أطيب تحية وإلى اللقاء.